أما عن الفيلم الذي شاهدناه مراراً، فيلم هوم اللون الذي ارتبط بالكريسماس، هذا المشهد في الفيلم نشاهد كيفن ينزلق بمزلاجه في هذا المشهد في الفيلم نشاهد كيفن يستعمل مزلاجه على السلالم، يريد الانزلاق، فهذه ممارسة كيفن منذ ترك والديه المنزل. نرى هنا إذا ركزت باب البيت مفتوح بهذا الشكل بزاوية 45 درجة، ركز في درجة فتح الباب، بينما في اللقطة التالية التي نراه مفتوحا على مصراعيه وبدء انزلاق كيفن، نرى الباب هنا منفتح بدرجة أكثر، والأكيد أن كيفن كان لوحده في المنزل. إذن فهذا أيضا ركور، خطأ ذاكري سينمائي. ولنذهب إلى الفيلم الذي شاهدناه في طفولتنا ولازال لحد الآن أيقونة مارفل، فيلم سبايدر مان نسخة 2002، أنجح أفلام مارفل. عندما بدأ بيتر باستكشاف قواه، نجده هنا في غرفته يكتشف قواه، يكتشف أنه يقفز وأنه يرمي بخيوط العنكبوت، يطلق شباكه هنا كما نرى لجذب هذا المصباح، فيرتطم بالجدار من خلفه وينكسر، ولكن يطرق الباب، يفتح بيتر فيجد العامة تستفسر ماذا يحدث داخل الغرفة لأنها سمعت الصوت، يغلق الباب فنشاهد لقطة موسعة نجد فيها المصباح هنا سليما في مكانه، وهذا ما يعني أن نهاية المشهد مشهد الباب صورت قبل مشهد خيوط العنكبوت، أي أنه المخرج عرض لنا مشهد المصباح وهو يكسر، وبعدها عرض علينا مشهد المصباح سليما.